بسم الله الرحمن الرحيم القرآن أكرمني الأكرم بالكتاب بلا عقل ولا هتاب أنني تفسيري وتاويلا مخن لدي قال لا تنويلا قراءة القرآن للجنان لجنة تابت بها جنان رفعني القرآن رأفا قفلا من سأه تاقدني فانقفلا أتاني شكر الحكيم من جهل همري أكبر رداه فانجل إسا قرهت أو كتبت حرولا إبليس فورا ما مهنت قولا نجاني المنسل بالقرآن حتى قدوت موردا سمآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.